احنا ان شاء الله لن نرحل من هذا الحي ابدا، لان سكان في هذا الحي منذ سنوات طويله. يعني انا لا اخفيك سرا، سياسي، هذا سياسة الحكومة الإسرائيلية، ليس قضية أوراق ثبوتية. القانون الإسرائيلي هو قانون في معيار مزدوج. لا أعلق أمالا على هذه المحكمة التي ستدعم المستوطنين، ولذلك الغضب الشعبية والاحتجاج الشعبي نحن هنا معه، وهذا مهم.